مناسبة عيدية أخرى تصل فيها الحركة التجارية والاستعدادات ذروتها فيما تبقى للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى. إقبال كثيف على اقتناء السلع والمنتجات العيدية الموجودة بوفرة وتنوع في أسواق المدينة، حيث تقابلها قدرة شرائية متأرجحة بين الاستطاعة والعجز بالنسبة لشريحة النازحين والجنود ومحدودي الدخل، إذ تبقى الأسعار التي قفزت إلى أعلى مستوياتها ثابتة. والله العيد هذا العام يعني ما جاء من سنة أصعب من سنة، وغلاء زيادة. تجي تشتري يعني العيد يقول لك الكبش ب 130,000، التبيع بمليون، الذي الجزور، المكسرات هذا اللي حق العيد، يعني كل شيء نار. والحالات المسمومة المادية الحمد لله احنا هان في مأرب عاد احنا أحسن، يعني في مدخول. 5 أعوام منذ الانقلاب تجددت المناسبات على هؤلاء في مأرب التي تتحول إلى سوق كبيرة، وفي كل مرة يطالب الناس السلطات المحلية بوضع حد للاستغلال، غير أنها تخفق في ذلك ولا شيء يتحقق سوى حالة توازن غير مستقرة بين أسعار المنتجات وقدرة الناس الشرائية. السوق حر، ما يستطيعش السلطة المحلية أو المحافظ أو المكتب ينزل له كل محل ويسعر له. فالناس بيشتري كل واحد بخراجه، يعني يقول لك خراجك عجبك ماشي المحل الثاني، السوق حر يعتبر، فكل واحد بيشتري بالشيء اللي يناسبه او اللي يستطيع عليه، لكن صراحه الاسعار في مأرب مرتفعه. اذا دارت الايام والسنوات على احلام الناس بالعوده الى منازلهم واحياء مناسباتهم بطقوسها المعتاده، وبقي الحال كما هو عليه متوقفا بهم في مأرب التي استوعبت نزوحهم وتشردهم واصبحت المكان الانسب للاقامه والعمل. بالنظر الى ما يعيشه الناس بالمدينه يتضح ان مناسبتهم تبدو مفرغه من الفرحه ومليئه بالتفاصيل الموجعه، ابتداء من النزوح إلى مجرد الاكتفاء بالواقع وإحياء المناسبات بما يتوافق مع حالتهم المعيشية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.